إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم. يقول مؤلف كتابنا في حلقة اليوم: يبدأ النص غير الثابت، النص المستحيل، مع الكاتب، أي مع قارئه. القراءة تجعل المكتوب بدايات لا تنتهي، إنها تكور المكتوب على نفسه، فهو لا يزال بها يدور، حتى لكأن كل بداية فيه تظل بداية. ولذا كانت نصوص القراءة هي نصوص البدايات المفتوحة، ولكنها لن تبلغ كمالها كتابة ولا تمامها قراءة. ولعل هذا هو السر في أنها كانت نصوص لذة. كان هذا مقطعا من كتاب الناقد والمفكر والفيلسوف الغربي المهم رولان بارت، لذة النص، الذي ترجمه إلى العربية الدكتور منذر عياشي وصدر عن دار نينوى السورية. هذا الكتاب سنتطرق إليه وسنتعرف على جمالياته في هذه الحلقة بصحبة القارئ محمد بن أحمد الشحي. مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا أستاذ. طبعا أنت تخرجت حديثا من جامعة سلطان قابوس، كلية التربية. نعم. وأنت قارئ جيد وقارئ يعني رائع، وأنت أتابعك أنا في الفيسبوك. حسن ظنك سأل. شكرا لك. لماذا اخترت لي في ظهورك الأول في كتاب عجبني كتاب رولان بارت لذة النص؟ كتاب رولان بارت الموسوم بلذة النص يعد من الكتب التي تؤسس الكتاب الجدد. يعني الكاتب لكي يكون كاتبا يجب أن يكون متمكنا من الجوانب المعرفية فيما يخص الكتابة، ومن ذلك الجانب النقدي وبالأدق كيفية الكتابة، كيف تختار الكتابة، كيف تكتب، فهذا جانب مهم يجب أن يطلع عليه الكاتب. جميل، ولذلك اخترت لي هذا الكتاب. نعم. إذن دعني أسألك عن رولان بارت. سبقا قدمنا له في هذا البرنامج كتابه المهم أيضا موت المؤلف. لو تذكر المستمع برولان بارت، من هو؟ رولان بارت كاتب ومفكر وفيلسوف فرنسي من ألمع الأسماء في نقد ما بعد الحداثة. يتميز نقده بالرؤيوية في الطرح، يعني النقد اللساني والنقد البنيوي يعني تجاوزه رولان بارت في أواخره، فدخل في النقد الرؤيوي يتجاوز اللسانيات النصية السطحية في تناوله للنصوص، ويغوص عميقا في النص يستكنه الرؤى فيه. وفي هذا يعني عندما انتقل النقد أو حول عدسة المجهر من الكاتب ثم إلى النص، بعد ذلك انتقلت إلى القارئ، فعدسة النقد الآن تهتم أكثر بالقارئ. رولان بارت يهتم بهذا الأمر، بالقارئ، استجابة القارئ وعلاقة القارئ بالنص. نعم، لدرجة أنه قتل المؤلف. لدرجة أنه قتل المؤلف. نعم. غير لذة النص وموت المؤلف، إيش من الكتب الأخرى لرولان بارت؟
من الكتب الأخرى لرولان بارت أو كتبت حول رولان بارت من الكتب المهمة كتاب نقد وحقيقة، وهذا كتاب يعني ينبغي الاطلاع عليه لكي نكون في السياق الفكري الذي يعني كان فيه رولان بارت والمطارحات النقدية التي كانت في ذلك الوقت، ومن أهم الكتب. نعم. له أيضا كتاب هسهسة اللغة. نعم سنتحدث عنه في يعني في سياق هذه الحلقة، ولكن دعني أسألك في البداية عن أيضا لفتني التصدير الذي صدر به رولان بارت الكتاب. التصدير بدأ رولان بارت بقولة لتوماس هوبس يقول: كان الخوف هو الهوى الوحيد في حياتي. وفي هذا إشارة واضحة لتلك العلاقة المتوترة بين اللذة التي في عنوان النص في عنوان الكتاب والخوف، بما هو محرك أساسي لكل، لا أريد أن أقول كل كي لا أقع في العمومية، ولكن لأغلب الأفعال الإنسانية والتي توجه سلوكاته. ولذلك أكاد أقول إنه لا لذة دون خوف. نعم، لا لذة دون خوف. لا لذة دون خوف. المترجم، دعني أسألك عن الترجمة قبل أن ندخل في الكتاب، وأيضا اللافت للنظر أن مقدمة الكتاب هي عبارة عن حوار مع المترجم أجراه نادر السباعي. المترجم طبعا هو الدكتور منذر عياشي. نعم، الترجمة طبعا إذا تحدثنا عن الترجمة نفسها، فالدكتور منذر عياش قد لا تكون هذه الترجمة هي الأفضل للكتاب. هناك ترجمات أخرى حسب ما قرأت حول الكتاب، هناك ترجمات أفضل من هذه الترجمة. جاءت مقدمة المترجم على غير العادة كما ذكرت. لم يكتب منذر عياش مقدمة مألوفة للكتاب الذي ترجمه، بل جاءت على شكل حوار صحفي. وقال إنه لم أصلا هو نفسه قال إنه لم يترجم نص رولان بارت بالحرف. نعم، هو شكله عاش النص أكثر من أنه يعني طبعا يعني وقال هو أنه كتب كتابا موازيا للذة النص. وفي ذلك في رأيي يعني رؤية عميقة للترجمة، مسألة الترجمة والنقل، فهو أي المترجم توخى أكثر درجات الأمانة العلمية، وانعكس ذلك في متن الكتاب نفسه، إذ أنه رأى ضرورة الاتيان بصفحات من كتاب آخر للمؤلف نفسه، كتاب هسهسة اللغة، ليمهد للذة النص. كما أنه لاحظ أنه استخدم مصطلحات عربية في متن النص، مثل العروض، كان يتكلم عن علم العروض وعلم القافية الذي هو علم عربي بامتياز. نعم، والحديث عن لذة النص أيضا حديث قديم، يعني من أيام ابن جني عندما يتحدث عن نصوص المتنبي مثلا. ذكرت هسهسة اللغة محمد، وفي هذا الكتاب يتحدث يعني كأنه هناك تساؤل من رولان بارت عن إمكانية هسهسة اللغة. هسهسة اللغة يعني الأمر في الكتاب نفسه، في كتاب لذة النص، يعني ربما يكون مقتضبا قليلا، ولكن طبعا هذا كتاب سابق. نعم، كتاب سابق لرولان بارت. يعني يتحدث رولان بارت على أن اللغة، بما هي سلطة من حيث ندري أو لا ندري، تحيل إلى تلك المعاني النفسية المختبئة خلف اللذة. إن اللغة سلطة متعالية، لا يدرك هذا المعنى العميق سوى من استشرف على جبل النور، يعني وإشراق المعاني، وأكبر على الألفاظ أو الكلمات أن تحمل هذا الثقل العظيم. وحدهم شعراء من يفهمون ما أقول، كلمات يعني أمام مأزق في حملها للمعاني. تحدث رولان بارت عن هسهسة الآلات في كتابه وضجيجها المفضي إلى دهشة غير مفهومة، لذة غير ممسوك بها. يقول: إننا لنحذر الآلات لأنها تعمل وحدها، ولكننا نسر منها أيما سرور إذ تعمل جيدا. إن الهسسة هي الصوت الدال على حسن سير الشيء، وثمة مفارقة تنتج عن ذلك. إن الهسسة لا تشير إلى صوت محدد، صوت غير ممكن، صوت الشيء الذي لا صوت له في حال تنفيذه لأدائه كاملا. فالهسهسة أمر غير مفهوم، ولكنه يحيلك إلى مفهوم اللذة. ثم انتقل يتساءل عن إمكانية هسهسة اللغة. قال: واللغة، هل تستطيع اللغة نفسها أن تهسهس؟ يبدو أن الكلام سيبقى خاضعا للهسهسة، كما يبدو أن الكتابة ستبقى خاضعة للصمت ولتميز الإشارات. وعلى كل حال، فإن ثمة معنى كثيرا سيبقى دائما لكي تحقق اللغة به متعة تكون خاصة بمادتها،
حسحسة اللغة تشكل اليوتوبيا. أي يوتوبيا؟ إنها يوتوبيا موسيقى المعنى. نعم، يعني هذا كتاب عن لذة النص مكتوب أيضا، النص نفسه لذيذ، يعني أنت تقرأه وتشعر بلذة النص. بالطبع هذا ما يميز لغة رولان بارت، أنها ليست لغة أكاديمية بحتة في هذا الكتاب، ولكنها لغة متوسطة بين الأكاديمية وبين الأدبية حتى أحيانا. نعم، وحتى استشهاداته في هذا الكتاب دالة، ذكرنا قبل قليل التصدير، وأيضا أسألك الآن عن فرانسيس بيكون، يعني أيضا كان دال استشهاده في تقديمه للكتاب بعبارة فرانسيس بيكون عن الوصول إلى الحقائق عن طريق النظر. نعم، طبعا فرانسيس بيكون معروف عنه أنه فيلسوف إنجليزي ينتمي إلى الفلسفة التجريبية التي تضع كل شيء تحت عدسة المجهر وتفحصه وتقبل كل شيء في البداية، ثم بعد ذلك تبدأ تطلق الأحكام. لا، هي لا تأتي بانطباعات سابقة إن كون هذا هذا النص ينتمي إلى الأدب الرفيع أو الأدب الذي الأقل من الأدب الرفيع، ولكن هو يقبل كل شيء ثم بعد ذلك يستكنه الرؤى في هذه النصوص، يعني ينظر إلى ما وراء اللغة، ما يسمى ما وراء اللغة في النقد الأدبي. ففي تقديم بارت لكتابه لذة النص بهذه المقولة دلالة واضحة على الطريق التي سيسلكها في تعامله مع النصوص، هي دعوة إلى استكناه الجمال في القبح والخير في الشر، هي دعوة إلى نبذ الكسل في البحث. نعم، جميل. رولان بارت كما قلت قبل قليل قتله المؤلف، يعني من أكثر النقاد الذين اهتموا بالقارئ حتى على حساب المؤلف، ولديه يتحول القارئ بحسب المصطلح البارتي إلى منتج للنص. نعم، طبعا رولان بارت يعني اشتهر بصرخته يعني المدوية في عالم النقد التي دعا فيها إلى قتل المؤلف في مؤلفه موت المؤلف، ولكن ما أخشاه يعني أن يفهم من هذا من هذه الدعوة أن تحدث قطيعة بين النص وكاتبه. هذا تخشى أنت أم رولان بارت؟ أخشاه أنا. نعم. لأن رولان بارت نفسه في كتابه حتى هذا لذة النص يحيل إلى معنى أن الكاتب، أنني أحتاج إلى الكاتب بقدر ما هو مهم في نصه. بمعنى أنني لا يهمني رقم الحذاء الذي ينتعله الكاتب، ولكن يهمني جدا أن أعرف أنه كتبه في السنة الفلانية التي حدثت فيها من أحداث سياسية واجتماعية وفكرية مما أثرت في هذا النص. نعم. وبالتالي هناك علاقة بين النص وكاتبه، ولكن هذه العلاقة ليست علاقة حتمية. رولان بارت ينظر إلى العلاقة التي تنشأ بين النص وقارئه، ثم يطلق على القارئ بأنه أصلا هو المؤلف، هو كاتب النص الثاني، منتج النص الثاني كما يقول رولان بارت. وحسب تعبير الدكتور عبدالله غذامي فإن موت المؤلف هي عملية تحرير النص من سلطة المؤلف وربطه بسلطة القارئ واختلاق علاقة بين النص وقارئه بما هو منتج ثاني للنص، ومن ثم استدعاء المؤلف ليبارك هذه العلاقة على حسب تعبير الدكتور غذامي. جميل، وبهذه الطريقة يعني أنه موت المؤلف ليس يعني مطلقا على عنانه طبعا لدى رولان بارت. صحيح. نعم. بالضبط. وحتى يعني إذا نظرنا إلى الأمر من منظور آخر، فإن المرحلة التي عاشها النقد الأدبي التي دعت إلى قتل المؤلف أو موت المؤلف هي مرحلة مهمة من مراحل ارتقاء الوعي النقدي. نعم. من النص إلى القارئ. نعم. الوقت يداهمنا محمد، دعني أسألك سؤال الأخير، إذا كان لديك انطباع أو نقد أو ملاحظات عن رولان بارت وأسلوبه في هذا الكتاب. رولان بارت يعني ربما أستطيع أن أقول إن لغته الرشيقة ساعدتني كثيرا في المضي قدما في الكتاب، يعني حتى الكتاب صغير الحجم يعني يمكن القارئ أن ينهيه في جلسة واحدة أو جلستين. نعم، هو من أفضل النقاد الذين تقرأ لهم باستمتاع. صحيح، لأن لغته يعني ليست أكاديمية بحتة. نعم. ولكنها بين، وبالتالي يستطيع الأكاديمي أن يستفيد من الكتاب كما يستطيع القارئ العادي أن يستفيد من الكتاب. بالإضافة إلى ذلك أن رولان بارت
يقدم لنا رؤية، يقدم لنا الرؤية، ليست فقط الأمر ليس فقط يعني مهتم بأدبية النص أدبية الأدب، ولكن إلى ماذا في الأدب غير الأدب، كما أطلق ذلك السؤال الدكتور الغذامي، ماذا في الأدب غير الأدب؟ نعم، بهذا السؤال للدكتور عبدالله الغذامي نأتي إلى نهاية هذه الحلقة الجميلة معك الأستاذ محمد بن أحمد الشحي. عرضت لنا كتاب لذة النص للناقد والمفكر والفيلسوف الفرنسي رولان بارت، الذي ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور منذر عياشي، وصدر عن دار نينوى سوريا. شكرا جزيلا. شكرا أساسا. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.